أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالحماري اليوم. لك شو حلو، عجبي عليك يا ابن آدم يا كبير الدار. عم يتفلسف الحمار ويخاطب ابن آدم وبيقول له عجبي عليك يا آدم يا كبير الدار، قومت الدنيا وما قعدت لما قالوا لك حمار. شو يعني اسمي شتيمة ولا جنسي شعار؟ نحن دايما منقول للحمار شو حمار هالرجال. ليه؟ لأنه الحمار ما عنده انفعال لا بالنور ولا بالنار، نسبيته أو حبيته يا حبيب قلبي. نحن لا، حدا بيسبك حدا بيحبك، لا تفرحوا ولا تحزنوا، ما يكون عندك انفعال ايموشن. رجمك بعت رحمة، أتيت لأتمم مكارم الأخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الطبيعة كلها عندها رحمة وعندها تناغم وعندها محبة وعندها كل شيء، ما فيها حرب. نحن لعنا الحرب عم نقتل الطبيعة. في واحد قال له ليه تغير هالشمبانزي هيك أسد وقرد وحيوانات؟ قال له مبارح، قال له لأنه مبارح مرق واحد قالوا عطى شو اسمه هيك دراعة هكذا ما طلعت البزرة من طيزه. هلأ شو ما عطيه بيفتحها بيشوفها بيلاقي فيها بزرة، بيشوفها إذا بتفوت بالطيز ما بيأكلها، وهيك صار إنه مهضو. قال له لأنه تعلمها من الإنسان، ما بقى يسبب الإنسان. شو ما عطى أي شيء بدي يفحص البزرة بيحطها بطيزه بالأول قبل ما يأكلها. ننتبه طبيعة نحن خربناها، العصافير الحيوانات البسينات الكلاب. شو يعني اسمي شتيمي ولا جنسي شعار؟ خلقني ربي وخلقك وما حدا بإيده الاختيار، وأنا كمان مهما زاد الحمل فوقي صابر على المشوار. لا بيوم برفع عيني على جارتي وبصون الجار، ولا بيوم بتطلع على رزق غيري وبطق منه وبغار، ولا بيوم بتطلع على رزق نعم ولا مهر بدفع لحمارتي ولا خواتم ولا أسوار ولا شقة بجمع بحقها ولا جهاز للدار ولا حرمتي حامل تتوحم بدها كافيار ولا بنت بتخرج عن طوعي وبتجيب لي العار ولا ابن يدمن ويهلوس ويوقع وينهار. عايش بحالي ومتهنى وليش بدي احتار؟ باكل وبشرب وبنهق وما في عندي أسرار، وعندي ابن آدم عم بيخدمني ليل نهار. إذا جعت بيشتري لي برسين بأغلى الأسعار، وإذا مرض بيعالجني وبيدعي الستار. خادم أمين من غير راتب ولا حتى أجار. انتبهوا، نحن من بهد وقت منقول للإنسان أنت حمار. يا ريتني أنا حمار. شو عمل الحمار؟ في شي مرة عمل حرب؟ في شي مرة مرض إلا نحن منكون السبب؟ عايش طبيعته. الحمار إذا جوعان بيشق الطريق، إذا شبعان بيتلوى، إذا مرة ركبته الراكب على المركوب حبلي مع صبي حبلي مع بنت، إذا شاف حي على الطريق بيعرف كيف يكوع من هون أو من هون. عنده رحمة على نفسه وعلى كل الموجودين. ما بيأكل إلا إذا جوعان، ما بيشرب إلا إذا عطشان. فإذا ننتبه قبل ما نقوله للإنسان أنت واحد حمار وأنت هيك وأنت هيك، ننتبه شو منقول. هل قالوا له للحمار بدك تكون حمار وبدك تعمل بدون ما تتزمر من طلوع الشمس لمغربة، وتحمل فوق ظاهرك فوق راسك أحمال تقيل كتير، ورح تاكل شعير وبدك تتمتع ولا بشي عندك زكاة، وبدك تعيش حياة طولة 50 سنة؟ قالوا الحمار 50 سنة، ولك 20 سنة بقديني. قالوا طيب هي 20 حط 30 على جنب. قالوا للكلب بدك تكون كلب وتحرز منازل بني البشر وتكون أفضل صديق للإنسان وتاكل من الفضلات اللي بتاكلك إياها وطول عجلك 30 سنة. قال له الكلب 30 سنة؟ بدي 15 سنة. قال له طيب هاي 15 سنة. قالوا له للقرد بدك تكون قرد وتأرجح من غصن لغصن وتقوم بعمل الخدعة لتضحك التاني الناس، بدك تعيش حياة طولة 20 سنة. قال له لا 20 سنة، بدي 10 سنة. قال له طيب خود 10 سنة. قال له للإنسان انت الإنسان المخلوق الأكثر ذكاء على وجه الأرض، بدك تعمل ذكائك كله تشغله على كل باقي الحيوانات وتسيطر على العالم وتعيش حياة طولة 20. قال له ولا أنا بس هيك 20 سنة بتعطيني تعيش بهالسلطة وبهالمجد وبهالشهرة وهالبهرة وهالمال وهالذكاء بس 20 سنة؟ قال له إنسان طيب شو بدي أعمل؟
قال له بكون إنسان بعشرين سنة، أعطيني 30 سنة يلي ما أخذها الحمار، والعشر سنين يلي ما أخذها الكلب، والعشر سنين يلي ما أخذها القرد. قال له طيب خذهم كلهم. من هذلك الوقت لليوم الإنسان بيعيش 20 سنة كإنسان، بيتجوز، بعدها بيعيش 30 سنة كالحمار، بيكد وبيشتغل ليل نهار، وبعدها بيكبر الأولاد وصير كمان 10 سنين مثل الكلب، بيحرس المنزل بيأكل الفضلات، وبعدها بصير ختيار وبيقعد 10 سنين للأرض بنط من بيت هالابن لبيت هالابن، ومن بيت هالبنت لبيت هالبنت، بيعمل الخضع اللي ضحك يضحك أحفاده وأطفاله كلهم. حلوة هالنكتة لأنه عم نعيشها هيك، التيتا وجده بصيروا من بيت لبيت. وشو عم نعمل أول 20 سنة؟ وبعدين منطلع مصاري ومنتجوز، منأخذ بيت بالتقسيط، منخلف، منركض كرمال أولادنا وبعدين كرمال أحفادنا. بيجي وقت بتقول ما عرفت عيش وما عم بعرف موت. انتبهوا، انتبهوا بالصدقات اللي رح تبعتوها وعم تبعتوها إن شاء الله. بدنا نعمل بيت بلبنان، بيت الحق، الأرض موجودة ونحن نبني كويخ، وهيدا حلم بقلبي بده يتحقق. إذا مش أنا أنتو، اللي ما عندك مطرح تروح تموت فيه موت ونا موت، تجي معنا. غني فقير ما حدا بيسألك، شو دينك ما حدا بيسألك، عنا قرآن عنا إنجيل عنا شو ما أنت بدك، لا كتاب، هيدا كتاب الله المقروء والمنظور سيدنا إبراهيم، بس عنا المعاملة الألوهية، هالمعاملة اللي موجودة بتسعة وتسعين اسمه صفة. نعم، والحقيقة ما بتنقال، كلنا هيك، كل واحد منا هيدا جسمك. انتبه، انت عم بتحك، انت عم تعمل، تكون عارف شو عم تعمل، مش من باب الضجر بنعمل هيك. مطرح ما بتحط ايدك هيدا مسارك، هيك اجى علم وخز القبر، هيك اجت الزرق طبع قصتك وصحات. تكون كل إشارة، بودا مرة عمل هيك، رجع عمل هيك، رجع عمل هيك، سألوا وشرحها بعلم الاستنارة. ما بقى في انسجام بين الناس، مشان هيك وقت بتروح عند أوشو إذا حركت حالك بيجي واحد يحطك برا، لأن أنت عم تتحرك غيرك شايفك تحركت زعجته. منعيش بالحضرة كلنا، وبالحضرة بتشوف، بس تقول محمد بيكون حدك، بتقول علي حدك، المسيح حدك، بتشوفها موجودين، بس بدك تكون أنت حضرة السيد، عندك الحضرة والسيد والحسيب والرقيب على نفسك، ما عم تزعج غيرك، ما الموجود بالوجود إلا أنت. هلا أي إزعاج بده يطلع على إلك ولا غيرك. فإذا وقت بيقعد أوشو بيحكي أو محمد عم بيحكي أو المسيح عم بيحكي أو أنت أو أنا، الثاني في إصلاح مع النيب أمة العرب، مع عنا إصلاح، مع عنا صمت، مع عنا سكينة، مع عنا حفظ، مع عنا احترام. معنا عشان هيك وصلنا مطرح ما وصلنا إلى أحط من أي انحطاط، ما بقى في أسفل من هالسافلين اللي نحن فيه، أوطى من البزقة على الأرض ما بقى فيه. وين ما رحنا عرب مسلمين إرهابيين، بسببنا كل واحد يقول أنا السائل وأنا المسؤول. الحمار أحلى مني، الحيوانات كلها طبيعية، كل جنينات الحيوانات طبيعية، إلا مطرح اللي في إنسان خربطنا فيهم. اليوم نادرا ما لقي حدا عنده هالصمت والسكينة. في مطرح من روح بتكون بيقول لك تحرك، انت عم تحرك يقول المعلم ستوب. ست شهر عمل هيك في ريفيري ايضا، وفي 12 سنة ضل واقف ما حدا شافه، اسمه الرصد، رصدة. بس وقع انتبهوله، قالوا خذوا دفنوا حطوه بالثلج، عاش 8 سنين، وكتب اللي ما كان يقدر يكتبهم، كتب كتير وحرقوا له اياهم بهال8 سنين. بريفيري ايفانوف عاش بكيف وحتى علم هالوجود، بعلم بيقول لك جماد عينك ما بترف، ما بتفكر، ما بتروح الحمام، ما بتشخ. جلال الدين الرومي 36 ساعة هو ولد تركه،
ما حنا جيها قعدوا بالنهار 5 دقايق والما بدي اتحرك ما بدي رفع عيني. جرب ما تقول صعب، تكون عم بتحط حواجز، حيطان، تحط جسر، بريدج بينك وبين تاني جسر، جسر، بس نحن عم نلتهي على الجسر وعم نعمر بنيات حفات عراتنا تطاول في البنيان. مرن حالك بالبيت وحدك تجمد كل الوقت، الرجال والنسوان الاولاد بتلاقون وين ما كان عم بيهزوا جمدونه، ما بقدر. نادرا ما تلاقي حدا عم بيعليك وعم بياكل وعم يشرب وعم بيدخن وعم بتهز هي بطيزه وبتهز ببزازه وشايفه هو كمان حركاته وايديه انه انا رجال كبير. هيدي كلها مؤامره على ربنا خاص. صدره كبير ونفخ حاله هيك وعمل تاتو انه شوفوني، هيعملك مثل الاسد من هون منفوخ صدره، والمره فلات لازم بطنها يلزق بطيزه بطيزه المنفوخه، وهون بس تيشوف الفرج والبزاز والطيز. هيك صار الإنسان، أنت عندك القضيب وهو عنده الفرج، كيف هالقضيب بده يشكه بالفرج؟ عطسة بتعطسها وبتدفع، قالت لي بياخد منه قبل ما ينكحني، ما بتأمن له بياخد، قالت لي بروح على البنك إذا هيك بقول له تعال، خصوصي مع العرب. هذا الانحطاط وصلنا لسبب الإفراط، الإفراط سبب الانحطاط. فإذا خير جليس الكتاب، خير جليس إذا عندك صديق، فتش على الكتاب، فتش على نعم عطشك وجوعك وجشعك وطموحك، شو بدك؟ بدك تكون بس هيك تمشي على الطريق ويشوفوك إنك رجال، يعني عندك نيك؟ هذا كل همك؟ أنا ما بدي أهنه، ديليت وبلوك على الكل، بدي مني بحاجة، حاجتي عندي إياها فيي، وصديق ضلني مفتش تلاقيه، وإذا كنت صادق الرزق بيرزق. مشان هيك قد ما فيني عن الناس معزلة، ما بقى لي سقف بنوع خاص بالعرب، نادرا 1 2 3 بكل بلد. فإذا أنت ما حدا بيحبك إلا هالجسد، هو بيفوت معك على القبر. الحيوان اللي معك بيحبك إذا كنت صادق مع الكلب وأمين مع الكلب ومع البسينة ومع الدجاجة ومع العصفور. مشان هيك نيل من له مرقد عنزة بجبل لبنان، كوخ قريب إن شاء الله يكون عندي هالكوخ، وفي حد كوخ تاني وتالت ورابع، والدنيا بتشتي بالربيع وبيطلع الحشيش، العصفور بيجي، البسينة بتجي، الكلب بيجي، وقاعدين مع بعضنا بصمت العارفين. وهذا هو الصمت والمعرفة، وعرف لمن عرف ومن عرف غرف واعترف أنه لا يعرف.